الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. نداء إلى أبناء حضرموت، الأخوة والأخوات أبناء محافظة حضرموت الأبية داخل الوطن وخارجه، أيها الغيورون على سلامة وأمن واستقرار حضرموت، علماء حضرموت الأجلة، الأخوة أبطال قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية الأشاوس، إننا اليوم نقف أمام تحدي بالغ الأهمية ونحن نتابع المشهد على ساحتنا الوطنية وتداعياته، وبالمقابل تمددات جيوش البغي والعدوان الحوثية عميلة النظام الإيراني الشيعي، وما تسعى إليه هذه القوات من استهدافات لمناطق عدة في محافظات الوطن، وكان آخرها التحشيد والمواجهة على حدود محافظة مأرب وقيامها باحتلال لعدة مديريات في محافظة شبوة، وما يقودنا إلى أن نضع بعين الاعتبار ونحسب ألف حساب لأسوأ الاحتمالات، وأنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وحفاظا على مستوى الأمن والاستقرار الذي تشهد محافظتنا والذي تسعى القوى الشريرة وتعمل دون كلل للمساس به وخلق مزيد من الفوضى والعبث بهذا الأمن والاستقرار الذي لم يتحقق لحضرموت إلا بقوافل من الشهداء من أبنائنا وسيلا من الدماء تدفق يروي تراب حضرموت. يا أبناء حضرموت الأوفياء، إنه أمام هذه المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عموما ومحافظتنا خصوصا، فإن السلطة المحلية بالمحافظة وأمام ما يتوجب عليها من مسؤولية في الدفاع عن حضرموت وأبنائها من أي اعتداءات أو أعمال تخريب تخل بإنجازاتنا الأمنية واستقرارنا التنموي والخدمي، ورغم من الكثير من الصعوبات والنواقص التي يحتاج إليها أبناء محافظتنا والتي تسعى دوما من أجل تحقيقها وإنجازها، لكننا نشعر بأن المخاطر التي تحدق بحضرموت أكبر وأخطر بكثير إنما تتطلبها الأوضاع الراهنة، وفي ظل التآمر المنهج على حضرموت للنيل منها ومن مصالح أبنائها، فإن السلطة المحلية وفي ضوء توجيهات فخامة الأخ المشير الركن عبد الربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يتابع بجدية مطلقة كافة الأوضاع التي في الساحة وما تظهر قوى الشر لحضرموت من مؤامرات وتوجيهاتها برفع الجاهزية القتالية والمعنوية للدفاع عن حضرموت وأبنائها والاستعداد للرد وبقوة وشجاعة الحضارم على أي تعد أو عدوان خلفه ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تخطط للانقضاض على حضرموت. ومن ذلك فقد كان لزاما على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أن تعلن حالة الحرب ورفع درجة الاستعداد القتالي على مستوى القوات العسكرية والأمنية وإجراء الترتيبات اللازمة لدعوة الاحتياط العام تحسبا لأي طارئ واستعدادا للرد وبقوة لرد أي عدوان على حضرموت. الأخوة والأخوات أبناء حضرموت جميعا، لقد آن الأوان لأن نترك أي خلافات جانبية لا ترقى إلى مستوى الحدث والموقف الذي يهدد محافظتنا، وندعو إلى مزيد من وحدة الصف الحضرمي المشهود له دوما بإعلاء صوت المصلحة العليا لحضرموت منذ أقدم العصور والمشهود له بوحدته الأزلية التي لا تنفصم عراها، ولنا في هذا الشأن تجربة فريدة وستظل ناصعة في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، حيث أن هبة أبناء حضرموت هبة الرجل الواحد وفي صف واحد وعلى مبدأ وهدف واحد هو تحرير ساحة حضرموت ساحل حضرموت وعاصمتها المكلا من دنس تنظيم القاعدة الإرهابي، وكان لهم ما أرادوا وتحقق النصر بوحدتهم وكفاحيتهم ووقوفهم في خندق مواجهة واحد أمام تنظيم القاعدة الإرهابي، ولقنته الدروس الحضرمية في فنون المعارك وقوتها وشراستها، وأننا لا على ثقة تامة
بموقف أبناء حضرموت اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ولن أنهم لن يسمحوا لقوى العدوان تطال أو تدنس تراب حضرموت. لقد علمتنا التجارب ودروس الماضي بأن أبناء حضرموت لن يرضوا أن يعيشوا إلا حرارا، وأصحاب قرار بوحدتهم ستنكسر شوكة أي عدوان مهما كان، وسيرفع أبناء حضرموت شعار حضرموت 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 أو الموت دونها. وهنا فإننا نود التأكيد بأن السلطة المحلية ستظل في دورة انعقاد دائم والوقوف أول بأول أمام المستجدات والأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية عموما ومحافظة حضرموت خصوصا، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وأنه لوضع الرأي العام الحضرمي في الصورة مما يعتمد فن على الأجهزة الأمنية والوسائل الإعلامية العامة والخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة أن تواكب هذا الحدث والعمل على تكثيف حملات التوعية ولحثهم على الاستعداد لمواجهة جحافل الميليشيات الحوثي الانقلابية وقطع دابر أي عدوان لها قد تفكر فيه لمهاجمة حضرموت. العزة والكرامة لأبناء حضرموت والنصر لحضرموت في هذه المواجهة التي ستكون مواجهة تاريخية، وسيكون النصر حليفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.